ديك الساعه باقي تنقرا في السابعه، رجع دوني من المدرسه، تما عرفت راسي انني راني غنمشي للحبس وغنولي مجرم. انا ما عمري كنت مجرم اخويا، فريمون انا تحطيت في شي حوايج ما كانش خصني نتحط فيهم وتصيت. ما نقدرش نهضر، كنهضر كنمشي للحبس، كنمشي للحبس على فمي، وكنبدا نتقاتل معاهم، وكنفضل اني نبقى في كاش 3 شهور 4 شهور بالمينوط. الاسم ديالي الياس قراري، عندي 37 سنه، زاديت في جرة القادي في قنيطرة. الطفولة ديالي تقريبا كلها دوزتها في جرة القادي. فاش درت 11 عام مشيت للطيبية، سكنت تما وكملت قرايتي تما. فاش وصلت للسابعة تما بدا الانحراف، تما بديت كنفكر كيفاش انني نجمع الفلوس نشري موطور تا انا نعيش حياتي بحال الناس، لان كانت الظروف ديالي ما كانتش كتسمح، كانت قاصحة شوية. الاول كان جاتني الفكرة وكنت استرسرت مع واحد الناس عزازين عليا بزاف، و عجبتني الفكرة. انا اصلا في الاول كان تيعجبني نهضر قدام كاميرا، مي فاش بديت كنتفرج في لي فلوغ وفي اليوتيوبر لقيت بان فوالا انا عندي كونسيبت، علاش لي ما نحطوش؟ صافي وخدمت على راسي. تما بديت كنفكر انني كيفاش نشد ديك ايماج ديال الياس قراري داك المجرم ونسوق داك الايماج ديالو ونحطها في دي فلوغ بحال القصص باش الناس تاخذها كعبرة وتستافد منها. مي تطورات المسألة لأن الناس تعاطفوا مع دوك لي فلوغ بزاف، تما صافي وليت مطالب أني خصني نحط لهم دي فلوغ كل مرة، وأنا داك الشيء كان كيعذبني بزاف صراحة، لأن فريمون باش نبقى نعاود على معاناة راه ما سالاش، وكنحاول نبتسم من تنكون تنعاودها باش نبسطها الناس باش تاخذها وتأثر. ما بغيناش تبكي وإنما بغينا تأثر وفي نفس الوقت يعجبها الكونسيبت، علاش؟ لان ديما الميساج ديالي في الاخر هو الشباب. علاقة قراري بالسجن، انسان في الاول دخلت شي واحد بحالي ما كيعرف حتى شي حاجه، تخلعت في الاول، شفت الناس مختلفين على الناس اللي كنعرف، واخا كنت كندابز وكنت قبيح مي ما كنت كندير حتى شي حاجه زعما اللي غتوصلني للحبس من الاخطاء والطيش، وما ما كانش اللي غينصحني في ذاك الوقت وغيقول لي فوالا هادشي اللي كدير راه ماشي هو هذاك، وشكون اللي غيسمع؟ تما جات الفكره، كان ديك الساعه فكرنا اننا غنختلسوا واحد الشركه، كنا مشينا اتفقنا حنا تقريبا شي ثلاثة دراري ولا أربعة دراري، مشينا بغينا نشدو الشيفور ديال ديك الشركه وسرقوا ليه الفلوس باش نحققوا زعما ذاك الاحلام اللي كنحلموا بها في ذاك اللحظه. مي ما كتبش، لقينا راسنا بان حنا طعم، كانت اول تجربه في الاعتقال. تما عرفت راسي انني راني غنمشي للحبس وغنولي مجرم، وديك الساعه باقي تنقرا في السابعه، رجع دوني من المدرسه. اي واحد باسل كيشوف باغي يدرس كنمشي نضربو، كنت هكا داير انا فاش كنت صغير، ما كانش عندي الاجرام، ديك الاجرام ديال انني غنقدر. انا ما عمري تعرضت لشي بنت، وما عمري انا ما عمري بسلت على بنت في الزنقه، كنحشم كنقول علاش. انا ضد هاد المساله هادي. انا فاش جيت وقلت لهم فوالا انا راه دوزت الحبس وانا مجرم، علاش؟ لان تحطيت في واحد لوكا ديال المجرم. انسان كيتعتقل تيدخل الحبس تيعرف مجرمين تيخرج الدوله كتقصيه، لونتوغاج تيقصيه، الصحاب تيقصيو، شنو تنتظر منه؟ تنتظر منه الا يحقد على كلشي ويبغي يادي كلشي. مي انا لا، كنت عكس هادشي تماما. علاش؟ بغيت نرجع الثقه ديال الناس فيا، بغيت نخليهم يبغوني اكثر من اللي كانوا تيبغوني في الاول، باش نقول لهم فوالا حيت انا كنت طاح شي واحد في صحابي كنت غنتبعو وغنثق فيه. مي انا ما ثق فيا حتى واحد، كلشي خلاني. تما بدات القصه عندي باش نرجع لبلاصتي. انا هادشي كامل درتو غير باش نرجع مكانتي في قنيطره، اكيد الوحيده الوحيده اللي ثقت فيها. علاش؟ لان انا كنت قبيح، كندابز، كندير كوارث، كندابز مع مديرين في الحباسات، كنضرب راسي معاهم، تنتقاتل معاهم، تندير اي حاجه يتخيلها بنادم كنتقاتل. علاش؟ ما كنخافش، صافي هذا هو اللي كان. مي واخا ما تنخافش كنحترم. ما كيفاش غنوصفها لك؟ انا مقاتل مع 20 موظف 30 موظف، توقف الطبيبه دايزه كنحني راسي، تدوس الطبيبه ونمشي نضرب الاخرين حيت ربتني امي هكا، انا هكا كنت داير.
وهذا الشيء كان تيتحسب عليا اجرام. علاش؟ لان المسؤولين ما كانوش كيقدروا يتحكموا فيا، ما كانوش كيعرفوا كيفاش يتعاملوا معايا. الدف اللي دارت الاداره ولا الدوله ولا المؤسسات السجنيه اللي مريت بها انا في هاد العشرين حبس اللي دوزت في المغرب، راه كنت شدوا بيدي النهار الاول وتعاملوا معايا غير زوين وقالوا لي فوالا راه نعطيوك فرصه اخرى، راه كنت نمشي معاهم. مي هما لا، انت مجرم خصك تبقى مجرم. وعلاش بغيتو تنتظروا مني انا غير حرب؟ بقيت كنتحارب مع الدوله وكنتحارب معاهم وكنكتب في الصحافه وكندير الجرائد وهذا الشيء كله كنت كنديرو. علاش؟ باش نقول لهم بان انا ماشي هكاك. انا كنت ديما كنتواجه. علاش تنتواجه؟ حيت ما دايرش، وغنبقى ديما نقول ما دايرش. علاش؟ حيت فريمون انا تحطيت في شي حوايج ما كانش خصني نتحط فيهم وتصيط. ما نقولوش الظروف قد ما نقولو الطيش. بعدا اول حاجه الظروف كاينه، لا ميزير في الصور كاين، تكرفس كاين، تزرتي وكاين، هادشي كلشي كيعيش مني. وكاين اللي كبروا ولاو قضات ولاو، ما نقولش بان الظروف، ولكن بنادم طيش عاوتاني وباغي يوصل، باغي الفلوس ما عندوش كيقلب، فهمتيني؟ حتى اهداف كانت عندي انا انني صغير، عندي 11 عام كاري قهوه وخدام وعندي خدامه، فهمتي المونطاليتي ديال بنادم باغي يصرف على راسو. علاش؟ لان ما ولفش ديك لاجون دو بوش ديال با عطاه معطاته، لا راه لقى راسو عنده لاج دو 80 قال ولا 50 تلقاه شاد ميكاساك شاري 3 دراهم ديال ميكاساك وتيبيعها في السويقه باش يربح فيها 2 دراهم ولا 3 دراهم باش يقدر يدوز بها السبت واحد. انا الا قلت لك باش كنصور الفلوس وباش داير مشروع غتقدر تجيك غريبه صاحبي. انا تنقرا 2 و3 ولا 4 والخميس الجمعه تنخرج نقلب على قرايه ديال الشراب تنجمعهم وتنخبيهم اللي كيتباعوا. وعندي واحد الحوانت تيبيعوا النحاس تمشي نجمع منهم طروفه ديال النحاس تنخبيو تندور على الديور الجنابات ديال الديور تنجمع الخبز كامل وتنجمع داكشي كامل وكندور نجمع قراعي خاوين ديال البوديزه باش السبت نمشي نبيع داكشي للميزان والعبار ونصور 7 دراهم 10 دراهم نمشي ونجيب المهم نمشي خدا. موسخ في كلشي من الدار للواد كنصيد الواد اللي كان حاجه كنديروا فيه كلشي كنهبط نصيد منه ونطلع للدار. الحي سام بشكل كبير تجرجلت فيه داك الحي. اول ما بديت البساله بديت كنطغى في داك الحي. اي واحد تعدى عليا فيه ما رحمتوش حيت فريمون هما اللي خرجوا عليا في داك الحي. تقريبا شي 17 عام قل شي 3 شهور ولا 4 شهور تقريبا شي 20 حبس كنت 19 حبس. ما كاينش اسوء حبس، انا اللي كنت اسوء مسجون في السجن. ما كاينش اسوء سجن لحقاش انا اللي كنت كنخلق المشاكل في السجن. لحقاش كنت كنطلب شي حوايج اللي الاداره ما كتوافقش عليها، كنبغي نفرض عليهم شي حوايج بغيتهم انا وكنبدا نتقاتل معاهم وكنفضل اني نبقى في كاش 3 شهور 4 شهور بالمينوط. كندافع عليهم لحقاش دي برانسيب ديالي هذوك. انا ما تاخذليش حقي، انا تاخذ لي حقي نقتلك، ما ناخذلكش حقك، ما نعقلش عليك واش كاين معايا ولا ما كاينش، احترمك فقط بغض النظر شكون انت ولا شكون كدير ولا ما تهمنيش شكون انت. تكون ساعي نحترمك، تكون وزير نحترمك، اذا احترمتيني انا كلشي على الاحترام. هذا هو مشكلي، انا ما كنتش كنحترم الناس اللي كيهينوا كرامتي ولا كيبغيو يطيحوني في شي حاجه اللي انا ما كنكونش دايرها. بعض المرات كيفاش غنقول لك، تحت في شي غيره من شي مسؤولين بحال اللي غاروا من اسلوبي ومن حياتي ومن طريقه العيش ديالي لانهم كانوا مقربين ليا وبداو كيحفروا ليا باش انا نطيح في هذا الوسخ. سبحان الله ديما كان عندي خلاف في المسؤولين تاعهم بحد ذاتهم. كاين بزاف الناس تيبغوني في المسؤولين، كاين بزاف الناس تيكرهوني. شكون هما اللي تيكرهوني؟ هما المفسدين ديال هاد البلاد، هما الدراري الشرفاء. تنعرف مسؤولين واعرين نهضر عليهم وما نخافش، نهضر على اي واحد ونهضر على قضاة وما نخافش. عرفتي علاش؟ حيت غنهضر بالرجله وغنهضر بداكشي اللي كاين. انا القاضي شي واخا يحكم عليا ب 20 عام نقول له انت راجل، ولكن تجيب لي شماته يحكم عليا نقول له انت شماته. الاخطاء اللي درت هو اني تماديت. علاش؟ ما حاولتش نحبس ثاني، هذا هو الديفو اللي درت. كان خصني نخلع باش نرتاح، مي انا ما خلعتش لهم، بقيت متمرد، بقيت ديما تنطالب بحقي، ديما كنكتب رسائل، كتبت للملك،
كتبت الجهات الامنيه، كتبت كل شيء، خيطت فمي، ما خليت ما درت، ولكن ديما كنطالب حقي. ما تنقولش لهم انا راني ظالم وتنطالب حقي، لا، انا كنت ديما كنطالب حقي، ديما كنطلب حقي، ما كنقول شي حاجه. انا لقيتيني محيح في شي غريزو في شي ريزو، كتلقاني كنطالب شي حاجه اللي تاذي فيها والضريت فيها وانا ما دايرهاش. انا ما عمري كنت مجرم اخويا، تحطيت في لوكاد مجرم. علاش؟ الوقت اللي كنت نقلب انا باش نولي مجرم، انا غنقولها لك قدام كاميرا باش تفهمها مزيان، باش يفهموها حتى المواطنين، كنت كنمشي لدوك البزنازه اللي تبيعوا الغبره ولا تبيعوا الحشيش تبيعوا القرقوبي، كنت ندخل عليهم في 4 الصباح 5 الصباح، كنت ندي لهم رزقهم، كنت نشد ديك الغبره وتنشد ديك الحشيش. الا كنت كنستهلك انا كناخذ ديك الغبره كنستهلكها، كنشد ديك الزبل وتلوح ديال امي تندي له رزقها. هذا هو الاجرام اللي كنت كندير انا. كان شي واحد يقدر يبيع الحشيش، ما كانش شي واحد يقدر يبيع الغبر. اي واحد تنخرج لامو في 4 الصباح مورا بيومين 3 ايام تيديو المخزن، ما عنديش مشكل. قلتها لهم في واحد الفيديو، انا هاد البلاد تنموت عليها، ولكن انا ما كنمدح حتى شي واحد فيها. من لونتوغاج ديالي فيه امي وفيه اختي وفيه عائلتي، خصني نكون محترم راسي، واخا نكون قبيح واخا نكون كروشار واخا نكون قتال، انا ما لحقينيش كمواطن، ماشي كمجرم. قلت انا ماشي مجرم، انا تحطيت في لوكاد مجرم، وانا كنحاول باش نصلح هذا بهاد الاعمال اللي كندير، وكنوجه فيها الشباب وكنقول لهم شنو يديروا شنو ما يديروش. علاش؟ فريمون الا داروا بحال الياس قرا اللي غيخرجوا على حياتك وغيتدمر. نقدر ما نكونش تدمرت انا، ولكن جاني الميساج اني خصني نقول هذا الدرع، وقدر نبان وجه مكشوف قدام كاميرا ونقول انا درت ودرت 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 ودوزت. كنت تايق بان الناس ما غاديش غاتلوحنيش، كلشي تعاطف معايا، كلشي خرج تلاقاني، كلشي سلم عليا، كلشي تصور، كلشي جا عندي من اي مدينه جاو عندي الناس. انا هادشي ما يزيد يشجعني الا نزيد نعطي اكثر من داكشي اللي كنت ناوي نعطي. بزاف اكثر من اللي كتصور، 100 ساعة فرحان. علاش؟ حيت فريمون البلاد تاقت فيا، وانا هذا هو اللي بغيت. حيت في الاول كنت ديما نقصي، كنقدرش نهضر، كنهضر كنمشي للحبس، كنمشي للحبس على فمي، حتى تردعت حتى خفت منهم، عاد حنيت الراس ومشيت في الطريق، وباقي تنقول لهم بعدوا مني، ما باغي حتى واحد يأذيني. علاش؟ باغي نعيش حياتي. علاش خليت لي ريزو كلها تابعاني باش ما نتأذاش؟ حيت فريمون كنخاف من انا، كيفاش غنقول لك، كنخاف نتأذى. علاش؟ ما عنديش ثقة. علاش؟ ما نعرف، بنادم يعتبروا وسواس، يعتبروا اي حاجه، مي انا كنخاف نتعادل. داكشي علاش كنحاول ديما نبقى الاعلام موجه ليا. علاش؟ باش نعيش نقي، باش يمكن لي نرتاح ديك الساعه. حيت فريمون الا كان المواطن المغربي معايا راه ما غنخاف من والو، لحقاش انا ماشي مجرم، ولا قصيتوني راه غنولي مجرم. مي الا احتضني البلاد وخلاتني تحت منها وخلاتني نخدم على راسي بالحلال، اوكي راه غنخدم. مي الا بغيتو تطلعوني للزبل راه غنولي في الغابه ونمشي نطلب تلالو سياسي وندير اللي بغيت. ولكن علاش اخويا؟ باش غنبعد على امي ونبعد على ولادي ونبعد على عائلتي، ما غنغيرش مدينتي، غنبقى فيها وغنعيش فيها وغنربي ولادي فيها وغنكبر فيها، وما نعاودش نمشي للحبس. وان شاء الله الحبس الا دخلت لهاد المره غندخل باش ندير دروس تما، باش نوجه الناس اللي خارجين من الحبس، ونقول لهم كيفاش يعيشوا برا مع الناس، راه الناس قاده باش تقبلهم. بالنسبه لي انا كلشي مخدر ممنوع، انا كنت كندير كلشي، تقرقبت، تحششت، وشربت، وغبرت، والو، داكشي ما صالحش جنبي في خطر، ونصح به حتى واحد، نقدر ندير كلشي، وما ندير حتى حاجة، ونصح حتى واحد داكشي، ونبقى ديما نقولها لهم الشباب، أقسم بالله نقول لك واحد القضية، أي واحد فكر أنه يتلاها بالحشيش، ولا يتلاها بالقرقوبي، ولا يتلاها بالإكسترا، غيضيع واحد الوقت طويل، اللي يقدر يلقى فيه ذاته، ويلقى فيه راسو، ويلقى فيه مستقبل. علاش؟ لان ملي كنمشيو حنا للمخدرات كنبغيو نجلسو ونساو راسنا فيها، كنضيعو فيها الوقت بزاف. ملي كنفيقو منها تلقاو دوزنا بزاف الفرص. علاش؟ حيت لقينا فيها. انا ما كنصحش بها، ما عمري نصح بها الشباب. موت كيعجبني انا، مكذبش عليك، راحت البال موت، هي زوينه تكون شي حاجه
كيفاش نقول لك دغيا ما بغيتش نتعدى، هذه اللي كنتمنى انا فريمون. هيت صراحه ما نقدرش عليك، شفت كل شيء صافي، شفت شي حاجه هكا ساكته يعجبني الحال والله تنقولها وانا ضاحك قسما بالله العلي العظيم. تنقول الشباب الله يعطيكم السر، الحياه راه ماشي هي الجنويه وديرها تحت منك وتقرقب تخرج الدور تقلب شكون تسرق وشكون تجلس، الحياه هي تخرج محترم راسك. انا ولدي تا هو عنده 15 عام وتا هو تيخرج ديال الطريق بعض المرات، ما بغيتوش يعيش داك العيشه اللي عشت انا. جاتني الفكره قلت علاش لي ما نوجهش هاد الشباب ونكون انا نيت كعبره لدوك الناس، علاش؟ لان داكشي اللي دوزت انا خلاني انني نهضر على راسي، حيت كان عندي ما نقول على راسي. من الناس بزاف ما عرفاش شنو تقول على راسه، اي واحد كتلقاه غادي بالتفكير ديال اختو ولا ديال صاحبه ولا ديال خوه، ما عندوش التفكير ديالو لراسو انا، وتيقول خصني ندير مستقبلي، خصني نتزوج، خصني نولد. قلت هاد الناس هادو اجي نعطيهم دي ميساج باسلوبهم وبطريقتهم باش يفهموني هما اكثر. بزاف الناس غينتقدوني وبزاف الناس غيفهموا الميساج ديالي، علاش؟ انا جيت من وسط منهم ووجهتهم. اما بالنسبه لهاد الشباب واخا تقرا تتعيا ما تعرفش توجههم، علاش؟ حيت ما عشتيش وسط منهم، ما شفتيش شنو المعاناه اللي كيعيشوا، كيفاش كيعيشوا مع والديهم، كيفاش كيتقمعوا حتى هما باش كيقدروا يخرجوا ويفرغوا داك الكبت ديالهم في الزنقه. انا جيت وقلت لهم الخلاصه ديال داك الكبت ديالكم في الزنقه ها فين كيدي وها العلامات، وريتهم الضرابي وريتهم الحبس وعاودت لهم الاجرام اللي عشت فيه. وخا انا ما كنتش شكاك.